أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا فجر الاثنين في حصيلة غير نهائية إلى أكثر من 2500 وفاة وإصابة. دفى، إنارة، أكل، كل شيء الحمد لله رب العالمين، الله يعطينا ألف عافية يا رب. تنفيذاً لخطة الاستجابة الطارئة وعلى مدار الساعة، جهود لتأمين مراكز الإيواء والمستلزمات الأساسية للمتضررين من الزلازل. ومحملة بمئات الأطنان، طائرات المساعدات الإيرانية والعراقية والجزائرية توالي الوصول إلى مطاري دمشق وحلب. أهلا بكم من جديد. يتواصل على مدار الساعة تنفيذ الإجراءات المتخذة ضمن خطة التحرك الطارئة التي تم إطلاقها على المستوى الوطني خلال الاجتماع الطارئ الذي ترأسه الرئيس بشار الأسد لمجلس الوزراء بشأن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا. هذا وقد وجه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا نداء عاجلا ناشد به المنظمات الطلابية والشبابية العالمية لمساندة أعمال الإغاثة للتخفيف من المعاناة وآثار الزلزال ورفع الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا. ناشد رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر. وقال حبوباتي خلال مؤتمر صحفي: نحتاج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لمواصلة إنقاذ وإزالة الأنقاض، هذا ويتطلب رفع العقوبات عن سوريا بأسرع وقت. وبيّن حبوباتي أن الحكومة خصصت 126 مركز إيواء في حلب و23 في اللاذقية وخمسة في حماة وثلاثة في حمص وثلاثة في طرطوس لمساعدة المتضررين. لا تتعرض عملية الإخلاء وعملية الإنقاذ لعديد من العقوبات والمعوقات. أول كل نقص الآليات. نقص الآليات، ما عندنا آليات للأسف الشديد، آليات اللي بترفع الإنقاذ تحملها، مو الجرافات ولا البلدوزر ولا اللي بتحمل الكراكات اسمها تراكس، اما بدك تحمل الشوكيات اللي بتحمل الانقاض مشان تحافظ على حياه الشخص اللي قاعد تحت الانقاض. وبالعلوم تلعب العقوبات الاقتصاديه اللي تاثر فيها بلدنا، هي العائق الاساسي لانه نحن بسوريا نقدر نحصل على هذه المعدات الثقيله. ومن هون بنطالب نحن برفع الحصار وبرفع العقوبات وهذه الاعمال الانسانيه اللي عم يكون فيها الناس كلها، والإبداع والرغبة بتعاون وتقديم كل المساعدة للشعب السوري من خلال الهلال ومن خلال غيره. نحن بالنسبة لنا منقدر هالشيء، ولكن بدنا من كل المجتمع الدولي، وأنا أناشد الاتحاد الأوروبي وكل بلدان الاتحاد الأوروبي وكل أعضاء الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. بدنا نحصل على المعدات، نحن بدنا نحصل على سيارات اطفاء، ما عندنا سياره اطفاء تطفي حريق، ما عندنا معدات ثقيله نقدر نعمل الاخلاء، يعني في مشاكل كثير كثير وكلها عم تظهر في سبيل العقوبات. العقوبات ضد مين؟ ضد الشعب السوري. هذا نداء الى الاتحاد الاوروبي والى كل دول الاتحاد الاوروبي. نحن التعاطف معنا بالتعامل مباشره معنا، رجاء أوقفوا وارفعوا العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري وعلى سوريا. هلأ عم بعمل نداء خاص لدول الاتحاد الأوروبي ولبرنامج غذاء وبرنامج المساعدات الأمريكية اليو اس ايد إنه يعاوننا. نحن عملنا نداء بالاشتراك مع شركائنا بالحركة الدولية الإنسانية اللي هن اللجنة الدولية والآي اف ار سي. الاتحاد الدولي مبارح وفق التفويض اللي معنا عملنا نداء مساعدة، وطبعا الجمعيات الوطنيه للبلدان المشتركه والموجوده لدينا هون كلها استجابت وكلها عاونتنا وكلها بعثت قبول، وان شاء الله بده يكون رقم الاستجابه منيح كثير.
وأنا من هون معنا فرق بين أي واحد من الشعب السوري. نحن الهلال الأحمر العربي السوري لجميع فئات الشعب السوري. وأنا من هون بقولكم نحن مستعدين نرسل عبر الخطوط يعني على الكروس لاين قافلة مساعدات إلى إدلب. ما حدا يقعد يقول إنه نحن من نحن هذول بنعتبر كمان في منهم أهلنا، ما دخلنا بالمجموعات مسلحة، ولكن نحن على استعداد عندما نحصل على موافقة الطرف الثاني إرسال هلأ فوراً قافلة مساعدات، وناشد الأمم المتحدة بالقبول بذلك. ونحن بنشكرهم على كل دعمهم للأمم المتحدة ولمكاتب الأمم المتحدة موجودة بسوريا. هذا الشيء يعني كبر، ما عاد فينا نحن نقبل فيه. مراكز الإيواء قدمت الحكومة السورية مراكز إيواء عدة وصاروا جاهزين، وصاروا بالنسبة إن نحن موجودين مشان نحن نبعثهم، نبعث الناس. بس بتعرف هلا بالوضع هذا وقت عم يجي الواحد هو وعيلته على مركز الإيواء ويلاقيه مغطى بيقول لك أنا بخاف يصير في ترددات زلزالية خليني أطلع، بردوا بيرجعوا. خصصنا 126 الحكومة السورية اللي خصصت، ونحن سنقوم بتخديمهم وتنفيذهم. 126 مركز إيواء في محافظة حلب فقط لا غير، يعني شوفوا العدد شو كبير. ونحن جاهزين، وخصصت في حمص 3 مراكز، وباللاذقية 23 مركز، وبطرطوس الآن متوقع أن يخصصوا 3 مراكز، وبحما 5 مراكز. الأعضاء بالمنظمة العربية للهلال الأحمر العربي السوري اتصلوا معنا كلهم، وكلهم قدموا مساعدات من الهلال الأحمر الإماراتي، وحتى الهلال الأحمر الكويتي كان أول متبرعين بالنسبة لنا وشو بدكم إنه لازم نبعث لكم. والهلال الأحمر العراقي اتصلوا معنا وبعثوا طائرة، ووصلت الطائرة مبارح بالليل على مطار دمشق، وهي مساعدات من الجانب العراقي. وكمان بالنسبة لنا اليوم الهلال الأحمر الجزائري هلأ نحن وقاعدين بيكون وصل طائرة مساعدات اللي عبارة 160 طن على مطار حلب. القوافل ما عم تهدى. أعلنت وزارة الصحة في أحدث حصيلة غير نهائية لها ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و 1449 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحما وريف إدلب وطرطوس. هذا وكان استيقظ السوريون فجر الاثنين على زلزال هزت ارتداداته كامل المحافظات السورية، وتركز الدمار الذي تسبب به في مناطق حلب واللاذقية وحما وإدلب، لتكشف أول خيوط الفجر عن مئات الضحايا وآلاف الجرحى وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية وإلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمرافق الخدمية والحيوية، وسط سلسلة من الهزات الارتدادية نالت من المزيد من الأبنية المتصدعة وتسببت بانهيار، بينما أظهرت مشاهد مصورة دمار أحياء بأكملها في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم جبهة النصر الإرهابي والفصائل الموالية للاحتلال التركي شمال غربي سوريا جراء الزلزال المدمر، وسط أنباء عن سقوط مئات الأشخاص من الضحايا. ومن دمشق أعلنت وزارة الدفاع توفر جميع الزمر الدموية وبكميات كافية في جميع بنوك الدم، ولا سيما في المحافظات المتضررة من الزلزال. ومع المشاركة في أعمال رفع الأنقاض وإخلاء الضحايا وإسعاف المصابين من قبل رجال الجيش العربي السوري، أكدت المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية في بيان لها نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني أن جميع الزمر الدموية توفرت وبكميات كافية في جميع بنوك الدم، ولا سيما في المحافظات المتضررة من الزلزال، مبينة أنه في حال الحاجة للتبرع ستقوم المؤسسة بالإعلان عن ذلك. ووجهت المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية الشكر لكل المواطنين والفعاليات الشعبية التي تدعو للتبرع بالدم. اعتمد مجلس الوزراء خطة عمل تنفيذية لإدارة وتنظيم عمليات الإغاثة في محافظات حلب واللاذقية وحما وطرطوس، وخصص 50 مليار ليرة سورية كمبلغ أولي لتمويل العمليات الإسعافية. كذلك قرر المجلس حصر توزيع المساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة في جهة واحدة وتوزيعها وفق احتياجات كل منها، بالإضافة إلى تكليف المحافظين متابعة عمل لجان السلامة الإنشائية وتحديد المباني الآيلة للسقوط في كل محافظة وعدم إعادة الأهالي إلى هذه المباني قبل الكشف عليها مع
تأمين مراكز الإيواء المناسبة وتقديم المساعدات اللازمة لهم. وكلف المجلس أيضا هيئة تخطيط الدولة التنسيق مع كل الجهات المعنية لإعداد تقرير يحدث باستمرار حول الأضرار الناجمة عن الزلزال في كل القطاعات. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس بشار الأسد، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسورية للتجارة أن العمل مستمر بتقديم مادة الخبز إلى جانب مساعدات إغاثية وغذائية أخرى للأسر المتضررة من الزلزال والموجودة في مراكز الإيواء بمحافظات اللاذقية وحلب وحماة. وقامت التجارة الداخلية بتسيير 4 برادات شاحنة من فرع دمشق إلى محافظتي حلب واللاذقية تحوي على سلل غذائية ومستلزمات أساسية للمتضررين جراء الزلزال، وخاصة أنه وضمن خطة التحرك الطارئة على المستوى الوطني تم افتتاح 10 مراكز الإيواء في المحافظات المتضررة من الزلزال، وذلك بجهود حكومية وأهلية مكثفة وبهدف توفير كل المستلزمات للسكان الذين فقدوا ذويهم ومن منازلهم. وجهت وزارة الصناعة مؤسساتها الكيميائية والنسيجية والسكر والغذائية إلى العمل على التشغيل بأقصى الطاقات الإنتاجية الممكنة لتأمين احتياجات البلاد من المواد الغذائية والدوائية ومستلزمات المشافي والإسعاف الطبية اللازمة في هذه الظروف. وأوضح مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو الفخر أنه من خلال البيانات المتوفرة وبعد التواصل الآن مع مدير عام شركة تاميكو الدكتور فداء علي، تبين أن لدى الشركة الطبية العربية تاميكو مخزون كاف من جميع الأصناف الدوائية، ويتم العمل بالحفاظ على مخزون استراتيجي من كافة الأصناف والتشغيل بالطاقات القصوى، ويتم التواصل مع وزارة الصحة في حال الحاجة لأي مستحضرات دوائية أخرى. من جهته بين المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندس حارث مخلوف أنه يتم تشغيل الشركات التابعة بالطاقات القصوى، وتم بتاريخ اليوم 6 شباط 2023 تزويد إدارة الخدمات الطبية وبشكل فوري بالمواد التالية من منتجات شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية: مادة شاش مقطع مطوي ما يعادل حوالي 1,000,000 قطعة شاش، إضافة إلى رباط شاش طبي و500 ثوب شاش، إضافة إلى قماش دولي أبيض عرض 2 متر، ويتم المتابعة بخصوص تلبية أي احتياجات أخرى. من جانبها أكدت وزارة النقل أن المطارات المدنية السورية على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال طائرات المساعدات والمساندة والدعم لتداعيات الزلزال. وبيّنت الوزارة أنه تم استنفار كامل الكوادر وطواقم تقديم حركة الطائرات ومستلزماتها على مدار الساعة، كما تم إعطاء أذونات هبوط طائرات مساعدة بناء على طلبات وتنسيق مع سلطات الطيران المدني في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وسيتم تقديم كل إجراءات تخديمها وتسيير وتسهيل مهامها وتفريغ المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية. إلى ذلك، وفي إطار الاستجابة الإنسانية والمجتمعية، قدمت غرفة الملاحة البحرية 100 مليون ليرة، والجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني قدمت 28 مليون ليرة لدعم المتضررين جراء الزلزال. أكد اتحاد غرف التجارة السورية استعداده التام لتقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين جراء الزلزال، وأهاب الاتحاد بالتجار والصناعيين في المحافظات كافة المساهمة بمد يد العون للمتضررين عبر تقديم المواد العينية والتنسيق مع غرف التجارة في المحافظات المتضررة بهذا الخصوص، موضحا أنه يمكن تقديم المساعدات النقدية والتبرع في الحساب الخاص باسم الأمانة السورية للتنمية. في تصريحات له، قال رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل إنه تم تخصيص صالتين للرياضة في استاد البعث بمدينة جبلة لإيواء الأهالي المتضررين من الزلزال وتوزيع الأغطية والمواد الغذائية عليهم. وقبل ذلك أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال انتشال طفلين وامرأة ناجين من تحت الأنقاض لبناء متهدم في حي الفيض بمدينة جبلة مع استمرار جهود البحث عن ناجين. طريق في
ابتسموا سوا صورة وطن وأول شرارة ولعوا. تواصل محافظة اللاذقية والجهات الحكومية الخدمية فيها والجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية جهودها لتأمين مراكز إيواء للمتضررين في كل من اللاذقية وجبلة وغيرها من المناطق التي ضربها الزلزال، وتزويدها بالمستلزمات الأساسية من بطانيات وفرشات وحرامات ومواد غذائية. وأكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية أن التنسيق جار مع المحافظة لإنجاز هذه المهمة بأسرع وقت في ظل الظروف الجوية السائدة وتضرر عدد كبير من المنازل وبقاء العديد من العائلات والأشخاص دون مأوى، إضافة إلى دعم كوادر الفرق الطبية الجوالة التابعة لمديرية الصحة بالمتطوعين لمرافقتهم إلى المواقع المتضررة ولاحقا إلى مراكز الإيواء ومساعدتهم في إنجاز هذه الأعمال. باسم عباس ومزيد من التفاصيل. تحية لكم زملائنا في دمشق، نحن الآن في أحد مراكز الإيواء، هذا المركز من أحد المراكز التي توزعت على مستوى محافظة اللاذقية في الأماكن المنكوبة. صباح الخير والحمد لله على سلامتكم إن شاء الله. شكرا يا رب، تسلم، الله يسلمك. كيف الوضع هون؟ تمام، الله يعطيهم ألف عافية، ما قصروا، يعطيهم ألف عافية. شو قدموا لكم وشو محتاجين؟ والله أكل وتدفئة وإنارة وكله، يعطيهم ألف عافية. أهلاً وسهلاً، الحمد لله على السلامة، الله يسلمك يا رب، تسلم. كيف الأوضاع هون؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. طيب شو المطلوب؟ مطلوب شيء ولا كله الحمد لله تأمن؟ لا والله المطلوب متأمن، يعني الحمد لله، ما في شيء يعني إنه بدنا إياه زيادة، الحمد لله. يعطيك آمين يا الله، الله يفرج على الجميع. أنت بمركز الإيواء هون، يعني شو كيف الطقس العام هون وكيف الجو العام وفي متطلبات لكم؟ الجو العام الحمد لله مرتاحين، بس بدنا بقى نرجع على بيتنا، الله يهدي الدنيا يا رب ويفرج علينا وعليكم، وما في شيء الحمد لله، كل شيء متوفر، دفى، إنارة، أكل، كل شيء الحمد لله رب العالمين، الله يعطيهم ألف عافية يا رب. يعطيك العافية خالي. كيف الأجواء هون بشكل عام؟ الحمد لله رب العالمين، ماشي الحال، عايشة، الله يفرج على الجميع، يرجع الجميع يا رب وعلى كل سوريا إن شاء الله يا رب، أزمة وبتمر بإذن الله. انت يعطيك العافيه، انت احد المشرفين هون او احد المساعدين هون بمركز الايواء؟ نعم. طيب شو كيف الامور اللوجستيه، كيف بتوزعوا الاغطيه او الاكل؟ يا ريت تحطنا بس، لانه الحمد لله عن طريق الجهات المعنيه توصلنا انه فينا نامن لحف وبطانيات وشويه وسائل تدفئه، وفي عندنا شغلنا مولده واضاءه وتدفئه للصالات، وبتمنى لهم بعض عن طريق المساعدات اللي عم تجينا، بعض الطعام والمي والشراب والامور هذه، والحمد لله الامور جيده بهالمركز، ان شاء الله نكون، الله يفرج الاهل البلاء. امين يا الله. يعني هذا هو احد مراكز الايواء، يعني العباره الله يفرج على هالبلد هي العباره التي رافقت سوريا في كثير من المفاصل الازمات، ولكن هذه الازمه يعني تختلف عن غيرها اختلافا كبيرا. الله يفرج على هالبلد. نحن هنا في هذا المركز، مركز الايواء، سنوافيكم بكل التفاصيل التي تحدث جراء الزلزال الذي ضرب هذه المحافظة. عودة إليكم زملاء. هذا وقد تضافرت جهود المجتمع الأهلي من أفراد وجمعيات لترفض الجهود التي استنفرتها محافظة اللاذقية على جميع المستويات والقطاعات لمواجهة تبعات الزلزال الذي خلف مئات الضحايا والجرحى وأضرارا مادية كبيرة. وسارع المئات من أبناء المحافظة لمؤازرة فرق الدفاع المدني والجيش للمساهمة في أعمال الإنقاذ في مشهد يجسد تلاحم المجتمع السوري وتكاتفه مع أجهزة الدولة ومؤسساتها. باسم عباس من جديد ومزيد من التفاصيل. مرة أخرى نحن معكم زملائنا في دمشق، هذه تحية لكم. كما تشاهدون هنا يعني العمل على قدم وساق وفي أدق التفاصيل، نحن معكم في هذه التغطية. هؤلاء الشبان المتواجدون في أعلى هذه القمة يقفون على قمة من الخطورة بصراحة، يعني فهذا الجيش الخدمي المتكاتف من المؤسسات، من مؤسسات الدولة ومن الدفاع المدني ومن المجتمع الأهلي، يعني يحاولون انتشال جثة هنا، يبدو كأنهم حصلوا عليها.
يعني كما تشاهدون هنا العمل في غاية الخطورة وفي غاية الدقة، فهذه الأبنية متهدمة بالكامل. أيضا هناك وصلت التدعيمات من بعض البلدان الصديقة، سواء كانت دعم تدعيمات لوجستية أو تدعيمات غذائية. وصلت طواقم أيضا إلى محافظة اللاذقية من بلدان صديقة أخرى تشارك في عملية رفع الأنقاض. كما تشاهدون زملاء يعني يحاولون انتشال جثة لأحد المواطنين. هذه هي الأجواء هنا في هذا المكان الذي أصبح منكوبا. يذكر أنه صباح اليوم ارتفع ضحايا الزلزال الذي تأثرت به محافظة اللاذقية إلى 346 وفاة للأسف و740 إصابة. طبعا هذه الأحصائية كانت في صباح هذا اليوم في الساعة 8:30. الجهود مستمرة برفع أنقاض المباني المتضررة. أنتوا واقفين هون يعني لحتى تنضموا على منظومة الإسعاف وعلى يعني عم شوفكم رايحين جايين، يعني أنه عم تحطوا خدماتكم كلها مع هيدا الجيش الخدمي والجيش الإسعافي. نحن نعتبر حالنا كلنا جنود لهذا الوطن. هنا يوجد منزل صخري وتم بعون الله إنقاذه وهو بخير وسلامة، وموجودين تضامنا مع الناس الموجودين هون، هذول أهلنا ونحن معهم، وشو فينا نقدم خدمات ما منقصر نزل. شكرا. يعني أنا كمان جميع المواطنين هنا يعني يضعون خدماتهم في هذا الموقف ومع هذا الموقف. نحن جايين لهون لحتى نساعد، نشوف هالعالم شو صار فيه وكيف الدمار وكيف شو حل فينا، والله يساعدنا ونحن معاهم ليل نهار لحتى نخلص من هالأزمة وهالشيء اللي صار فينا، والحمد لله بنحمد الله على كل حال. ألف الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. يعني المصاب كبير. الله يرحمهم جميعا. آمين. يرحم أمواتنا وأمواتكم جميعا. وإرادة الله ولا راد لمشيئة الله. كلياتنا بأمر رب العالمين. صحيح. والله يرحمهم وإن شاء الله خاتمة الأحزان. إن شاء الله. الله يعمر هالبلاد ويخلينا السيد الرئيس. إن شاء الله. أنتم موجودين هون مشان؟ مشان نساعد. أنا معي شحن رحل أنقاض. إيه. رحل الأنقاض ونشوف إذا حدا تحت الأنقاض، ما في حدا، والله يرحمهم جميعا ويعمر لها الديار. آمين يا رب. يعني هذا هو الحال كما تشاهدون زملاء، وهذه أنقاض أيضا تم سحبها. الآليات هنا أيضا متواجدة في هذا المكان في المبنى الثاني. هذه المنطقة خطرة حتى الأبنية الأخرى المجاورة، يعني كما تشاهدون في الصورة تصدعات وتشققات واضحة. رحمة الله على المفقودين، ونسأل الله النجاة لمن تبقى تحت هذه الأنقاض، وسنكون معكم في تفاصيل أخرى زملائنا. والآن عودة إليكم زملائنا في دمشق.
دعت الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا في نداء إلى شرفاء الأمة وأحرار العالم إلى رفع الحصار الغربي الجائر المفروض عليها كي تصلها المساعدات والإغاثة بعد الزلزال المدمر الذي أصابها. وجاء في النداء الصادر ضمن بيان عن الحملة إلى شرفاء أمتنا وإلى أحرار العالم، سوريا بأمس الحاجة اليوم إلى رفع الحصار الغربي الجائر عليها كي تصلها المساعدات والإغاثة، فضلا عن ضرورة تحرير ثرواتها الطبيعية من النفط والقمح برفع يد الأمريكان وحلفائهم عنها، وخاصة بعد هذه الكارثة الطبيعية المرعبة التي أصابتها جراء الزلزال المدمر وارتداداته وتداعياته. في حزن وسع المدى، في وجع شوى عميق، لا صوت بائي ولا صدى، ولا مين يكفي الطريق. تفقد وزير الدفاع العماد علي محمود عباس تفقد سير عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة في حلب. من جانب ثاني، نقل مراسل قناة سماع رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي نبأ سقوط بناء مؤلف من 5 طوابق بحي قاضي عسكر قرب المواصلات القديمة والمبنى خال من السكان. تحياتي لكم متابعي قناة سماء الفضائية من هنا من حي قاضي عسكر وتحديدا من المواصلات القديمة، حيث منذ لحظات سقطت هذا البناء نتيجة تأثره بالهزة الارتدادية يوم أمس وأيضا بالزلزال الذي حدث يوم أمس صباحا. يتواجد العديد من طبعا الجهات الرسمية والأهلية والمنظمات هنا، سواء من قوات الأمن الداخلي أو عضو طبعا السلام العام في مجلس المدينة. سنجري بعض اللقاءات هنا مع الأهالي. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. مين هوني من سكان المنطقة؟ الله يعطيكم العافية. والله نحن كلنا من حواليها من هون. سكان المنطقة هذا هو. بناية المجار من الأساس هي أساسات عاطلة ومنتهية، يعني عرفت شلون؟ فهبطت بسبب الاهتزازات أو ما هبطت. اللي هي من الأساس ما مضبوطة، يعني عرفت كيف؟ ايوه. يعطيك العافيه. كيف وقعت البنايه هون؟ هي من زمان مصدعه من ايام كانوا مسلحين هون وما حدا نزلها، اجت طبيت، يعني الدليل انه ما في حق السكان. كما تشاهدون بعدسة قناة سماء الفضائية، هذا البناء هبط منذ قليل متأثرا بالهزات الارتدادية التي تعرضت لها محافظة حلب. وأيضا طبعا كما ذكر الأهالي هنا، هذا البناء أساسا هو متصدع منذ زمن. طبعا معنا عضو السلامة العامة المهندس عماد عساني، يعطيك العافية. يا أهلين وسهلين، الله يسلمك ميت السلامة. طبعا أول شيء مشكورين على تواجدكم مباشرة أمام هذا البناء. بتحكي لنا عن انهيار هذا البناء وسلامة الأبنية الأخرى، ويعني ما هي طبعا ماذا تقولون للناس وللأهالي كنصائح عامة؟ بالنسبة للمباني المتضررة كلها طلعنا عم نفحص، صرنا من امبارح حتى اليوم حتى الساعة عم نرقد من مكان لمكان، من الصالحين حتى الفردوس، الشعار، الحمدانية، الانصار الشرقي، كلها عم نفحصها كلها بشكل كامل. في خطورات وفي خطورات زايدة. يعني انا بنصح المواطن وقت بيشوف اي ارتجاج او اي تصدع او يسمع اي صوت اي تشقق اي صوت، مباشرة يتجه نحو القطاع المختص، بتصل في اللجنة الموجودة، بيطلع بيفحصوا المبنى سليم، مبنى مو سليم، هذاك الوقت بناخذ اجراءاتنا اللازمة. هذا البناء فيه سكان ولا خالي من السكان؟ البناء خالي من السكان، هذا مخلي من السكان، لأن بناء يعني مهجور، لأنه متصدع تماما، يعني غير صالح للسكن.
الله يعطيكم العافية. كما رأيتم متابعي قناة سماء الفضائية، خلفي تماما يقع هذا البناء الذي تساقط منذ قليل نتيجة الهزات الارتدادية، وهو كما ذكر المعنيون هنا وكما ذكر الأهالي متصدع منذ قبل، نتيجة طبعا عندما كان متواجدا في هذه المناطق، عندما كانت متواجدة المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا كان كل شيء حتى اللحظة. كنت معكم أنا هيثم كزو من هنا من قاضي عسكر من أمام المواصلات القديمة في مدينة حلب. أعلن قائد فوج إطفاء حماة العميد ثائر الحسن الانتهاء من عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من 15 ساعة على بدء عمليات الإنقاذ، ويجري حاليا تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال. قبل ذلك وفيما كانت عمليات البحث عن ناجين مستمرة، وافانا مراسلنا عبد الغني جاروخ بالرسالة التالية. نعم زملائي في العاصمة السورية دمشق، التحية لكم. الرحمة لضحايا أرواح ضحايا الزلزال الذي صادف سوريا، الشفاء العاجل للجرحى، عملية رفع أنقاض المبنى الذي انهار نتيجة الزلزال في مدينة حما في حي الأربعين مستمرة حتى هذه اللحظة، عملية إخلاء الجسامين الضحايا وأيضا الجرحى انتهت بشكل كامل، والآن الإحصائيات النهائية لأضرار الزلزال تشير إلى 49 ضحية و 67 إصابة، هي الإحصائيات النهائية لأضرار الزلزال في محافظة حما مدينة وريف. نشاهد الآن مباشرة طبعا الورشات الفنية وآليات الخدمات الفنية والدفاع المدني تقوم بعملية رفع الأنقاض وترحيلها إلى خارج المدينة وتأمين المكان بشكل كامل بعد عمليات استمرت أكثر من 24 ساعة في رفع الأنقاض وتأمين المكان، إضافة إلى طبعا تقوم بعض الورشات الفنية بدراسة الأبنية المحيطة ومدى سلامتها، وإن كان هناك إمكانية لعودة السكان إليها أو ربما الموضوع سيأخذ عدة أيام لتأمينها بشكل كامل أو تدعيمها، أو ربما في أحد المبنى المجاور كما نشاهد مباشرة ربما هو معرض للسقوط في أي لحظة. الورشات الفنية ستدرس هذا الأمر. معنا مباشرة الأستاذ حكم سباهي مدير الخدمات الفنية، نتحدث عن العمليات التي تجري الآن ويعني كم ربما نستغرق من الوقت لحتى الانتهاء من كامل الأعمال. طبعا أسعد الله صباحكم، بداية نستهل بالرحمة كل الرحمة للإخوة الذين قضوا نحبهم بسبب الزلزال الذي ضرب بلدنا الحبيب، ونتمنى الشفاء العاجل والتام لإخوتنا المصابين. في تمام الساعة 4:30 من صباح يوم الاثنين الواقع بتاريخ 6/2 بعد حدوث الزلزال المفجع الذي ذكر وضرب عدة محافظات سورية منها حلب واللاذقية وطرطوس وأخيرا حماة، تم إخبارنا بانهدام بناء مؤلف من 7 طوابق، وبناء على توجيهات السيد وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف وتوجيهات المتكررة والدؤوبة للسيد المحافظ الدكتور محمود زنبوعة، تم التوجه فورا توجيه كافة آليات مديريات الخدمات الفنية للتدخل في الحالات الطارئة والسريعة وبمؤازرة كل من مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة المشاريع المائية، الشركة العامة للمشاريع المائية وفرع الطرق والجسور في حماة، إضافة إلى مجلس مدينة حماة. تم تقديم كافة الآليات اللازمة من آليات التنقيب، آليات التراكس، بوكاتات، نقل اللابات إلى آخره. نتحدث عن عمليات القائمة حاليا، نحن انتهينا بشكل كامل، نقوم برفع الأنقاض وترحيلها إلى مكان آخر. تم كما قلنا استمر العمل ليلة امبارحة حوالي ما يقارب 20 ساعة، نهاية بانتشال آخر جثة ما يقارب الساعة 11 ليلا، وفي اليوم التالي نعم حاليا نحن نقوم باستكمال إزالة هذه الأنقاض للكشف على الأبنية المجاورة للبناء الذي صدع بسبب أو انهار بسبب. عن هذا الأمر هناك الدراسة، وربما لا تنتهي الدراسة يكون هناك قرار لعودة الأهالي إلى تلك المباني. سيد الكريم على الفور وبناء على توجيهات سيد الوطن تم عقد اجتماع طارئ بالنسبة للجنة الإغاثة، وتم التوجيه من قبل السيد المحافظ لتأمين كامل
كافة الدعم والمستلزمات اللازمة للإخوة المواطنين المنكوبين والمتضررين من جراء الزلزال المذكور، حيث تم التوجيه لتقديم الرعاية الطبية الكاملة إضافة إلى تجهيز مراكز الإيواء وكل الخدمات اللازمة، والتوجيه إلى لجنة السلامة العامة المعنية حاليا بالكشف على الجزء المتبقي من البناء الذي تم انهار بفعل الزلزال، إضافة إلى الأبنية المجاورة، إضافة إلى كافة الشكاوي المتقدمة من الأخوة المواطنين بكامل امتداد محافظة حماة بالأبنية التي يشكون فيها أنه حصل فيها حالات تصدع أو قابلة للانهيار إلى ما هنالك. تمام، شكرا لك أستاذ حكم، يعطيكم العافية. إذن كما نشاهد وكما سمعنا من مدير الخدمات الفنية، عملية لجنة الطوارئ مستمرة من أجل طبعا تأمين الأهالي وتأمين السكان الذين تم إخلاءهم من الأبنية المحيطة في مراكز إقامة وتأمين مستلزماتهم. طبعا هنا رجال الدفاع المدني الذين حقيقة خلال 24 ساعة الماضية استمروا بالعمل ولم يتوقفوا أبدا من أجل إنقاذ من تم إخراجهم أحياء من هذا المكان، وأيضا انتشار جسامين الضحايا نتيجة هذا الزلزال المدمر. يعطيكم العافية سيادة الرائد، عمل كبير قمتم به خلال الساعات الماضية. يعني الآن نتحدث أو ربما لديكم كلمة نتحدث بها ونحكي عن عملكم، كيف كان يعني اليوم الأمس رغم الظروف الجوية كانت صعبة جدا يوم الأمس؟ أولا باسم السيد الرئيس والدفاع المدني نوجه التعازي لأهالي الشهداء والمصاب الكبير لسوريا بشكل عام، والشفاء العاجل إن شاء الله لكافة الجرحى. وقت حدوث الكارثة توجهنا مباشرة الساعة 4 صباحا، توجهت طواقم الدفاع المدني من فرق أنقاذ وأسعاف إلى هذا المكان، وقامت طواقم الدفاع المدني بانتشال الجسامين والمصابين ونقلهم بسيارات الإسعاف التابعة لنا وبالتعاون مع الهلال الأحمر وبقية المنظومة الصحية الموجودة. وكانت الإصابات لحد الآن ما يقارب 50-49 شهيد و69 مصاب، وتم التعامل بشكل حريص ومن قبل طواقمنا ومراعاة أي ظرف أو أي حالة إنسانية، والعناية الخاصة بالأهالي المتضررين، والحمد لله نتمنى أن تكون نهاية أو خاتمة الكوارث في هذا البلد الحبيب، ونتقدم بالشكر لجميع من شارك وساهم وساعد بهذا العمل الإنساني وهو واجب على كل مواطن سوري. تماما، شكرا لك سيادة الرائد ويعطيكم العافية جميعا. إذن جهود كبيرة قامت بها مؤسسات الدولة بشكل كبير، الدفاع المدني، الدفاع المحلي، أيضا الجيش العربي السوري والوحدات الشرطية والقوى الأمنية، إضافة إلى المجتمع الأهلي الذي قدم فورا يد العون للأخوة المتضررين وساعدهم في أماكن إقامة، إضافة إلى تقديم بعض السلل الغذائية وبعض المواد التي يحتاجونها. يعني هناك كان حقيقة عمل كبير من الجميع للخروج من هذه الكارثة بأقل الأضرار. هذا كل شيء لدينا حتى هذه اللحظة. إذن الحصيلة النهائية انتهت والأعمال انتهت في محافظة حماة، والرحمة لأرواح ضحايا الزلزال وشفاء العاجل للجرحى. والآن نعود إليكم زملائي في العاصمة سوريا دمشق، وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الغني جاروخ، ومن خلف العدسة الزميل محمد ضبع. نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا تأثرت محافظة دير الزور، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات وأغلبها في المناطق غير المأهولة بالسكان، فيما أكدت مديرية صحة دير الزور عدم وصول أي حالة متضررة إلى المشافي الثلاث على أرض المحافظة، وأن الكوادر الطبية كانت على أتم الاستعداد لحدوث أي طارئ. كانت هزة قوية والحمد لله، يعني الأضرار بالمدينة خفيفة جداً، فقط بناء الثالث الاتصالات بحي العمال اللي تهدم وبعض التصاوين الخفيفة ضمن المدينة. الحمد لله نرجع نقول الحمد لله أنه ما في أي أضرار بالأهالي، أضرار فقط أضرار مادية وأضرار خفيفة جدا، أغلبها بالمناطق الغير مأهولة اللي كانت هي طبعا كانت معرضة للدمار سابقا. يعني بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور قمنا بسبر و
استكشاف المناطق المأهولة في شوارع دير الزور كاملة، والحمد لله كانت الأضرار خفيفة ولا تتعدى بعض الجدران في المناطق المتضررة بالأساس. وهناك انهيار لمبنى البريد وهو مبنى متضرر وقديم يعني آيل للسقوط. أضرار مادية بسيطة وأضرار بشرية لا تذكر لا يوجد، الحمد لله رب العالمين. كما قمنا بتفقد المعبر المؤقت إلى قرية حطلة والحمد لله سليم والوضع والحركة عليه طبيعية. شكلت جامعة دمشق فرقا تطوعية طلابية من الدراسات العليا الطبية والهندسية لمساعدة المحافظات المتضررة من الزلازل، وذلك بعد تأمين الدعم اللوجستي والتجهيزات الطبية اللازمة. كما جهزت الجامعة دار ضيافتها لاستقبال المتضررين من الزلزال. من جانبه أوقف اتحاد الكتاب العرب جميع نشاطاته حتى إشعار آخر وفتح مقراته في المحافظات أمام المتضررين من الزلزال. أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ومديرية الزراعة بحماة عن بقائهما في حالة استنفار دائم لمواجهة تداعيات الزلزال في كل مناطق المحافظة الواقعة تحت إشراف عملهما. هذا ووضعت الهيئة آلياتها الثقيلة والمتوسطة في خدمة فرق الإنقاذ، وتم فرز 6 بواكر و3 تريكسات وفرق عمل من الحراج لصالح فرق الإنقاذ بمنطقة الغاب. ويشار إلى أن أضرار الزلزال في أراضي وطرق منطقة الغاب اقتصرت على تصدع بعض قنوات الري والتي يتم العمل حاليا على إصلاحها. محافظة حمص استنفرت كافة أجهزتها وقررت في اجتماع ترأسه المحافظ المهندس نمير مخلوف مع مديري الجهات المعنية بالمحافظة اتخاذ كل إجراءات الجاهزية وسبل تقديم المؤازرة بكل جوانبها للمحافظات المتضررة بسبب الزلزال الذي وقع فجر الاثنين. وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة تكاتف جميع الجهود من مؤسسات وأفراد واتخاذ كل ما من شأنه التخفيف من آثار الزلزال ووضع خطة طوارئ وجاهزية لتفادي نتائجه وتفقد جميع الآليات وتأمين المحروقات بشكل فوري عند الحاجة للمؤازرة. ودعا المهندس مخلوف إلى جاهزية الجمعيات الأهلية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمتطوعين من المجتمع المحلي للمساهمة بعمليات الإنقاذ والإسعاف والإيواء للمتضررين واستنفار كامل الوحدات الشرطية لحماية ممتلكات المواطنين. بداية عزاؤنا لأهالينا في المحافظات السورية المنكوبة من محافظة حمص، هذه المحافظة التي هي على استنفار كامل من الساعات الأولى التي يعني حصل فيها الزلزال. محافظة حمص قدمت كل ما تستطيع لمؤازرة محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية. تم إرسال عدد من سيارات الإسعاف بالإضافة إلى الآليات الثقيلة الهندسية التي تساعد في إخراج الأشخاص تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تجهيز عدد من مراكز الإيواء، حيث نحن الآن في أحد هذه المراكز. محافظة حمص جهزت 5 أو 6 مراكز لاستيعاب الأشخاص الراغبين في الوصول إلى محافظة حمص بقدرة استيعابية 4500 شخص، بالإضافة إلى تجهيز هذه
المراكز بجميع ما يحتاجه المقيمين هنا، الحمامات بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى تجهيز الغرف بمساعدة الهلال الأحمر. نحن هنا اليوم في أحد هذه المراكز، ولمعرفة تفاصيل أكثر معنا الأستاذ عدنان المسؤول عن الموضوع في محافظة حمص. بداية أستاذ، نحن الآن في أحد مراكز الإيواء، 6 مراكز مخصصة في محافظة حمص تستبعد بقدرة استيعابية 4500 شخص. نحكي شوية تفاصيل عن هذا الموضوع. هي من ضمن سياق الإجراءات المتخذة من قبل محافظة حمص لمواجهة الحالات الطارئة، ومنها الحالات اللي طرأت مؤخرا، الأحداث أو الحوادث اللي صارت بنتيجة الهزة الأرضية الأخيرة. ففي استعدادات لاستقبال قرابة 4500 شخص في حال الطوارئ، وأيضا هناك بعض استعدادات منا وجود مطبخ جماعي ممكن يقدم وجبات فورية لقرابة 2000 شخص. هذا من ضمن مجموعة من الإجراءات متكاملة، ليست فقط في الحالة الإغاثية، أيضا في تأمين باقي الأدوات اللي بتلزم إن كان عمليات إخلاء أو عمليات إجلاء للإصابات لا سمح الله في حال صارت. وكل هذه والمراكز الستة اللي حكيتي عنها حضرتك بيتضمنوا كل الاحتياجات اللازمة للأهالي اللي إذا اضطروا إن شاء الله، لما حدا بيضطر يجي لعنا، كل منا ما هو متوفر عنا الغرف والتجهيزات وأيضا المواد الغذائية وغير غذائية، إضافة لأنه شركائنا بالعمل الإنساني هم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، هم متولين هاي المهمة ونحن على تواصل يومي معهم. وكون محافظة حمص تحوي مستودعات للمنظمات الدولية، وهي تعتبر مستودعات رئيسية في على الأراضي السورية، فتقوم محافظة حمص بتسهيل حركة المواد الإغاثية إلى المناطق اللي فيها يعني احتياج على مدار الساعة. يعني هذا الموضوع احنا هي توجيهات سيد المحافظ كانت انه يكون دائما متواجدين على مدار الساعة لتسهيل حركة المواد وكل ما يلزم لعمليات الإغاثة وعمليات الاستيعاب حالات النزوح لا سمح الله في حال حدثت. بالإضافة للجمعيات الأهلية، هناك مبادرات فردية من مواطنين في محافظة حمص كانت يوم أمس بالإضافة إلى اليوم، نحكي شوي عن هاي المبادرات. المبادرات هي بالحقيقة هي نداءات أهلية، نحن منها منهم تواصل معنا ومنهم من شاهدناها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالحقيقة هي كانت مبادرة مشرفة، هي تلبية نداء إنساني، وكانت المحافظة الأقرب لأنها هي محافظة حما، فتوجهت بعض المساعدات ليلة أمس من قبل مجموعة من الأهالي مبادرة أهلية، واليوم في استعدادات لهذا الموضوع ونحن عم نتواصل معهم بشكل يومي، وبتصور اليوم رح تكون حجم المساهمة أكبر، هيك اجتنا معلومات. وهذا الموضوع أكيد هي من مناقب شعبنا ومناقب أهلنا، عند الملمات دائما الناس بتكون لبعضها، وهذا ظهر تماما بشكل واضح، إن شاء الله رح نشوفه لسه أكثر، وهذا يعني هذا ليس جديدا على أهل حمص. طيب، الخطط الموضوعة للأيام القادمة كيف ستكون، إن كان بتوزيع مساعدات، إن كان بتواصل مع المحافظات لطلب أي مؤازرة؟ بالحقيقة إن شاء الله نحن جاهزين، نحن إذا تحدثنا على صعيد العمل الإغاثي والإنساني أكيد نحن جاهزين لتلبية أي طلب يطلب إلينا من قبل المحافظات اللي تعرضت للهزة الأرضية، وبتصور زملائنا بباقي القطاعات الثانية إن كان موضوع الآليات أو غيره، يعني هذا الموضوع انشغل عليه وراح في تواصل بين باقي المحافظات. أما بالنسبة لموضوع العمل الإنساني والإغاثي، وجود منظمة الهلال الأحمر العربي السوري سهل العمل كثير، التواصل مع باقي المنظمات والاحتياجات، وفروع الهلال بباقي المحافظات عم ينسقوا مع الهلال الأحمر حمص، وهلال الأحمر حمص عم ينسق معنا، ونحن بدورنا كلجنة فرعية للإغاثة نضبط إيقاعات كل ما يمكن تقديمه، وهذا بتوجيه دائما بمتابعة يومية مثل ما حكينا على مدار الساعة. شكرا كثير لك أستاذ عدنان. مبادرات الأهلية لم تتوقف، كان هناك اجتماع أيضا بين محافظة حمص وغرفة الصناعة، تم تقديم عدد كبير من الآليات ستكون يعني بخدمة المحافظة لتوجيهها في أي لحظة، بالإضافة إلى
من المتوقع أن يكون هناك فتح حساب لوضع الأموال يعني تأمين المستلزمات للمحافظات المنكوبة، بالإضافة إلى وضع خطط لا سمح الله إن كان هناك أي هزات جديدة في الأيام القادمة. هنا في هذا المركز هناك عائلة تم إخراجها يوم أمس من حمص القديمة نتيجة تصدع المنزل وخوف من الهزات الارتدادية. المنزل هو 100% قابل للسقوط. هذه العائلة متواجدة هنا الآن في هذا المركز. مجلس مدينة حمص يقوم بجولات مستمرة ويتلقى الاتصالات بشكل دوري على أرقام وضعها لجميع المنازل التي تضررت لقيام بعملية الكشف وتحديد خطورة هذه المنازل. يعني محافظة حمص كما قلت هي مستنفرة بجميع كوادرها، جميع قطاعاتها العامة والخاصة، ونقدم مرة أخرى عزاؤنا وتضامننا مع المحافظات المنكوبة. هذا كل شيء من محافظة حمص، سنكون معكم برسائل قادمة. وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار رئيس قسم الجاهزية في محافظة حمص حيان عودة إلى أن قسم الجاهزية بالمحافظة في حالة استنفار تام، وتم سبر كامل مناطق المحافظة ولم يتبين حتى تاريخه أي انهيارات أو انزلاقات أو تصدع لمبانٍ باستثناء منزل قيد الإنشاء في قرية الجابرية ومأذنة جامع في منطقة القصيرة. تم البارحة عقد اجتماع برئاسة السيد المحافظ مع مدراء الجهات المعنية والنقابات لبحث تداعيات الهزة الأرضية اللي صارت عنا بسوريا وأثرت كتير خاصة على المحافظات الشمالية. ووجه السيد المحافظ جميع الدوائر الخدمات باستنفار كافة الطاقات والإمكانيات لزجة بالعمل وإرسال قسم منا إلى المحافظات المنكوبة، حيث قمنا بإرسال عربتين إنقاذ إلى محافظة اللاذقية بالإضافة إلى 3 بواقر وتريكس، كما أرسلنا 5 عربات صحية وعيادتين متنقلات إلى محافظة حلب وعربة إنقاذ إلى محافظة حماة. ونحن جاهزين لإرسال أي شيء بيتم طلبه منا سواء من محافظة اللاذقية أو بناء على توجيهات الحكومة وزير الإدارة المحلية. الطلب اللي أرسلتوه هو بناء على طلب المحافظات، شو عنده النقص؟ طبعا طبعا طبعا. إمدادات المحافظة للفترة القادمة، وخصوصا انه اذا صار هيك شيء بمحافظة حمص. بالحقيقة كانت المحافظة امبارح باشراف السيد المحافظ وبالتنسيق مع غرفة الصناعة ونقابة المقاولين والاتحادات الحرفية يعني نشر مبادرة محلية لرفض المحافظة بآليات ومعدات هندسية من القطاع الخاص ووضع تحت تصرف السيد المحافظ، وباشرنا من امبارح يبعثوا لنا الآليات وسيتم تجميعها وتقسيمها على محاور مدنية خلال الأيام القادمة في حال حصول أي طارئ هي راح تكون بالخدمة. في خطة موضوعة خطة ل 24 ساعة ل 48 ساعة. بالحقيقة هلا أخذين إجراءاتنا لمدة 10 أيام قابلة للزيادة وحسب الظروف، يعني جميع القطاع العام مستنفر بحمص. بداية الرحمة لأرواح الضحايا والحمد لله على سلامة الجميع، والله يتلطف في البلد الحبيب. ضمن توجيهات السيد الرئيس وتعليمات الوزارية والإدارة العامة قامت سوريا التجارة بتجهيز سلال غذائية متنوعة بمواد غذائية معلبات وفول وحمص ومياه معدنية. تم إرسال سيارة محملة بسلال غذائية إلى فرع اللاذقية لمساندة العائلات المتضررة المنكوبة من جراء الزلزال، والعمل الجاري على مدار الساعة بتجهيز المواد الغذائية وآليات النقل إلى حين الطلب لرسالها إلى باقي المحافظات المنكوبة. طيب كيف عم يتم التواصل مع المحافظات لنعرف يعني شو طلبون بهاي الأوقات؟ يتم التنسيق عن طريق السيد المحافظ والإدارة العامة، ويتم إرسال السيارات ضمن منظومة التنسيق بين الفروع. عم يتم إرسال يومياً، امبارح تم إرسال وبكرة، وهلا عم يتم أيضاً ضب بعض السلال لإرسالها. يتم العمل على تجهيز السلال على مدار الساعة، والرصيد سيكون متوفر بشكل دائم من كافة المواد الغذائية.
وفي إطار خطة التحرك الطارئة، سيرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وبالتعاون مع محافظة دمشق قافلات مساعدة للمحافظات المتضررة تحمل مواد غذائية وأدوية وألبسة وغيرها. هذا ويستمر الاتحاد بتلقي التبرعات العينية والنقدية من جمعيات دمشق وريفها تحضيرا لإرسالها للمحافظات المتضررة. الحملة طبعا مستمرة، اليوم انطلاق الجزء الأول منها. الحملة هي عبارة عن مواد غذائية ومواد ومساعدات عينية متعددة إلى المتضررين من جراء الزلزال. طبعا حيتم التوزيع بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للإغاثة بالمحافظات، اللجان الفرعية للإغاثة بالمحافظات، وعن طريق السادة المحافظين و أعضاء المكتب التنفيذي والشؤون الاجتماعية ومدراء الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات. بالإضافة أنه محافظة دمشق أيضا بالتعاون مع الشركات الإنشاءات قد أرسلت أمس مجموعة كبيرة من الآليات، حوالي 46 آلية ثقيلة إلى الآن، عبارة عن تركسات وحفارات ونقارات ولودرات و آليات لمساعدة إخواننا في المحافظات الأخرى في عمليات التنقيب وفي عمليات إخراج الجرحى والضحايا من تحت الزلزال. كل مواد إغاثية سريعة لتلبية الاحتياجات السريعة للأخوة المتضررين للتخفيف من معاناتهم، سيما في الظروف الجوية السائدة أيضا اللي هي حرامات، فرش إلى آخره، بالإضافة إلى أدوية، حليب أطفال، مواد غذائية جافة، معلبات اللي هي بتساعد بهالظروف السيئة. وهون ما بفوتني بدي أشير لموضوع كتير هام اللي هو التدابير الاقتصادية أو حادية الجانب الجائرة ضد الشعب السوري، اللي هي حقيقة تحد كتير من قيامنا بالاستجابة السريعة، كون هي التدابير القصرية أثرت على الاقتصاد السوري وهي حقيقة موجهة ضد الشعب السوري بكليته. وقوضت منظومات الحماية الاجتماعية، يعني نحن عندنا منظومات حماية اجتماعية كانت رائعة قبل هذه التدابير، الآن ما عاد فينا نقدم الخدمات بالجودة وبالسرعة المطلوبة نتيجة هي التدابير الأحادية المفروضة ضد الشعب السوري. بدأت التبرعات تصل تباعا من الساعة 2 ظهرا بالأمس إلى صباح هذا اليوم، وتم تهيئ أغلب المواد التي يعني تمت الموافقة أو تم الطلب عليها من خلال ما وصلنا من الأماكن المتضررة في المحافظات. طبعا المواد فيها سلات غذائية، فيها حليب بودرة، فيها حليب أطفال، فيها ألبسة تقريبا متنوعة لكل الأعمار الصغيرة والكبيرة، فيها ألبسة داخلية كلها جديدة، فيها معلبات، هذه المعلبات يعني من كل الأنواع لسهولة يعني حسب الوضع الحالي، فيها خبز. هي الفعالية هو أقل شيء واجب ممكن نقدمه لأخوتنا المتضررين. طبعا متضافرة الجهود كلها، عم تشتغل على تنسيق واحد، حتبدأ من هون لعشر دقائق أول ثلاث قوافل بالانطلاق، وحيكون في قوافل متتابعة. طبعا نحن عم ننسق مع أعضاء المكتب التنفيذي المختصين في المحافظات المنكوبة للوقوف على الاحتياج أول بأول، وحتى يكون العمل منسق. وخلال وقت قصير تم في محافظة الحسكة جمع مبلغ قدره 300 مليون ليرة سورية مقدمة من الأهالي والجمعيات الخيرية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المحافظات المتضررين من الزلزال. بمبادرة من محافظة الحسكة عقد اجتماع للفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والخيرية في مدينة الحسكة لحشد الجهود للتبرع لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وخلال وقت قصير تم جمع مبلغ مادي تجاوز 300 مليون ليرة سورية، مع توقعات بمضاعفة المبلغ كمبالغ عينية من فعاليات مدينة القامشلي وبقية المدن، مع التحضير لتسيير قوافل أدوية ومواد غذائية. هي رسالة من أهل الجزيرة التي يعني تعاني من احتلالين أمريكي وتركي وتنظيمات إرهابية مرتبطة
بذلك، ولكن حبوا يقولوا للناس انه احنا موجودين، نحن ابناء الوطن، نحن ابناء الجمهوريه العربيه السوريه. جراح منهم في حلب وحما واللاذقية، جراحهم هو يعني جراحنا، وسنحاول قدر الامكان ان نكون بلسما لهذا الجراح. تعمل الهيئات الدينية الكنسية والجمعيات الأهلية لا زالت تقدم تبرعاتها المالية والدواعية. الآن المبالغ المالية ستكون إن شاء الله خلال اليومين القادمين موجودة، وستصل إلى أرقام الحسابات المحددة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى تأمين طريق لنقل الأدوية والإسعافية وشحنات الأدوية الأخرى إلى هذه المحافظة. الفعاليات أكدت أن هذه المبالغ هي أولية، مع الاستعداد للمشاركة بأي مبادرات تساهم في تخفيف آثار الكارثة على الأهالي. شاركة منا في آلام الشعب السوري والمصيبة التي تعرضنا لها جميعا في كل المحافظات السورية، قمنا بتقديم مبلغ نقدي مساهمة منا في رفع هذه المتاعب. مبدئيا طبعا قدمنا هذا المبلغ، وإن شاء الله نحن مستعدون دائما لتسخير كل إمكانيات الكنيسة والهيئة في خدمة أبنائنا وإخوتنا المصابين. أرسلنا حوالي 7 بولمانات إلى مدينة حلب، إلى مدينة حمص، إلى مدينة اللاذقية، لنقل الطلاب العالقين في حمص، في حلب، في اللاذقية إلى الحسكة مجانا والأهالي، بالإضافة إلى تبرعات عينية. المؤسسة قدمت بحدود 35 مليون نقدا، و15 مليون مقدمة من شركة أحمد عبيد التجارية. احنا كتجار بمحافظة الحسكة قدمنا لأهالينا بحلب مبالغ مالية وهي لا شيء. مبادرات أهلية واجتماعية في محافظة الحسكة لجمع التبرعات والتحضير لتسيير قوافل المواد الغذائية والأدوية مع حملات تبرع بالدم، تعكس التضامن الاجتماعي وأن الدم والمصاب واحد، لتخفيف ما أمكن من هول المصيبة على المتضررين. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة. بمشاركة عدد كبير من أهالي محافظة دير الزور، نظمت بصمة شباب سوريا حملة تبرع بالدم في مركز بنك الدم دعما للمحافظات السورية المتضررة من الزلزال، حيث توافد المتبرعون مؤكدين أن هذه الحملة هي أقل ما يمكن تقديمه لأهلهم في المحافظات السورية المنكوبة. قمنا بتنفيذ هذه الحملة للتبرع بالدم، توافد لنا المواطنين بالمئات ليقدموا أقل شيء هو التبرع بالدم لأخوتنا المتضررين جراء الزلزال اللي ضرب شمال سوريا. وأيضا عندنا حملة تبرع البطانيات والملابس، لأنه في ناس عم تنام بالعراء، ويوجد عندنا لجنة إغاثة ولجنة إسعاف ولجنة طوارئ مستعدين لتلبية أي نداء. شاركت مديرية التربية وكافة العاملين في مديرية التربية ومدارسها بالتشاركية مع فرع اتحاد شبيبة الثورة بحملة التبرعات اللي قامتها محافظة دير الزور للتبرع بالدم دعما لأهلنا ومواطنينا في المناطق المنكوبة جراء الزلزال. إن شاء الله الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء. هاي أقل شيء نقدمه لأهلنا بحلب وباللاذقية اللي ألمت بهم المصيبة، نتبرع بالدم، وكل مواطن سوري لازم اللي يقدر يقدمه لو لتر مازوت يقدم لكل عائلة، يعني شوف في عندنا زائد أو فائض بأي شيء بالبيت لازم نقدمه لأهلنا بالمحافظات المنكوبة. إحنا على قولة المثل الداري، حلوة خوتنا بلمتنا، وإحنا جاهزين يعني إن شاء الله تعالى أي محافظة هي نبقى كنا مواطنين تحت الرقعة الجغرافية الجمهورية العربية السورية، فما نتوانى إن شاء الله بأبعد مكان القاصي والداني يتبرع بهاي المسألة كلها في سبيل الوطن إن شاء الله، ونبقى أخوة متلاحمين إن شاء الله تعالى. اليوم التبرع بالدم هذا أقل واجب نقدمه لأهلنا بجبلة وباللاذقية وبحلب، بالعكس إحنا مقصرين، يعني شو ما قدمنا مقصرين، بيوتنا مفتوحة لأهلهم، إحنا بالعكس أهلنا هذول. واجب وطني وواجب ديني وأخلاقي، يعني أخواننا بحلب ولا بإدلب ولا بحما واللاذقية بحاجة، يعني مو قليلة إن نقدم لهم نقطة دم.
أفاد عضو مجلس محافظة السويداء لقطاع الشؤون الاجتماعية والإغاثة رغد الغوتاني بتسيير شاحنة محملة بالمواد الغذائية والألبسة ولوازم الأطفال إلى المحافظات المتضررة بالزلزال، وذلك بالتنسيق والتعاون مع فرع المؤسسة السورية للتجارة في المحافظة وغرفة تجارة وصناعة السويداء وعدد من مؤسسات وفعاليات المجتمع الأهلي، إضافة إلى جمع التبرعات العينية من تلك الفعاليات. عم قل لك انه جيران هنيك عندنا باللاذقية ما قصروا يعني الحمد لله، وشيء ما بينوصف يعني قد ما حكى الواحد، وكان الخوف كثير والحيطان بلشت تشقق، عم قل لك شيء ما بينوصف ابدا مو طبيعي. وظلينا واقفين امبارح بالكراج من الساعة 7 المساء تقريبا للساعة 3 لما طلعنا، بالاول امنوا البنات عشان الساعة 2 او 1 ونص صبايا بالاول؟ وبعد في هلق شي 50 شاب تقريبا بالكراج، وبعدني ما بعرف اذا طلعوا بصراحة. شعور كان كثير صعب وكثير بخوف، ما بتمنى لأي حدا. يعني الحمد لله انه قدروا امنونا انه نوصل هيك بهالسرعه وبامان لعند اهلنا، الحمد لله ما حدا قصر ابدا بالمنات ولا تكاسي هون بدهم يوصلوا الطلاب على قراهم. مجانا وصلتوا؟ ايه مجانا، يعني كل الشكر والتقدير عن جد لانه ما تركونا وما تركوا ولا حدا غاد من الطلاب، يعني يظلوا معنا عن جد ايد بايد، كنا سوا غادي. يوم الزلزال لحظات رعب كثير كبيره عشناها، ونزلنا باواعينا مثل ما نحن على الشوارع، قضينا عده ساعات بالشوارع، وكان الخوف والهلع مسيطر على كل العالم. ما كان في، كان في ابن سوريا، ما كان في ابن محافظة ولا ابن في منطقة ولا ابن شيء. والحمد لله لا أهل البلد لا أهل اللاذقية لا حدا قصروا معنا، ولا أهل السويداء وغير شبابنا وها على بلدنا ما حدا قصر. نحن من 4 الصبح موجودين بالكراج ومستعدين لنقل العالم ضمن استطاعتنا وإمكانياتنا وين ما كان مجانا، وما عندنا أي مشكلة، والحمد لله على سلامة اللي إجا. تم تسيير رحلات لمحافظات حلب واللاذقية وحمص من امبارح بالليل لليوم الصبح، تم تسيير 23 بولمان. الحمد لله تم نقل جميع الطلاب الموجودين باللاذقية، حوالي 1500 طالب حاليا، الكراج فاضي وفي مقاعد. بالنسبة لطلاب حلب حاولنا يعني نقلنا الكم الأكبر، في سيارات وصلت والسيارات بعدها بتوصل لها اللحظة. تم تسيير 14 بولمان، وظل في قسم صغير من الطلاب عم نشتغل على موضوع انه نأمنهم كمان. أعلن الجيش اللبناني أنه سيرسل عناصر من فوج الهندسة إلى سوريا للمساهمة في أعمال إنقاذ المنكوبين جراء الزلزال الذي ضربها فجر الاثنين وأدى إلى سقوط مئات الضحايا. وقالت مصادر سورية في وقت لاحق إن 69 عنصرا من الدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر وفوج الهندسة في الجيش اللبناني توجهوا إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ. الفريق وصل في وقت لاحق إلى حي الرميلة بمدينة جبلة للمساعدة في عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين. في موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو أمر القوات الروسية الموجودة في سوريا بتقديم مساعدات للتعامل مع تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين. وقالت الوزارة إن أكثر من 300 جندي روسي و60 وحدة هندسية عسكرية يشاركون بتقديم المساعدة في سوريا من خلال إزالة الركام والبحث عن ناجين وتقديم المساعدة الطبية لهم في المناطق التي تعرضت لأكبر قدر من الدمار. ووصلت طائرة L-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية صباح الثلاثاء إلى سوريا تحمل على متنها طاقما من المنقذين للمساعدة في إزالة آثار الزلزال. في
في وقت يعمق الزلزال المدمر جراح سوريا ويزيد من آلام شعبها، لا تزال العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب قانون قيصر تعرقل الجهود الداخلية والخارجية الرامية لإغاثة ضحايا الزلزال. وأمام التضامنات الشفهية الصادرة عن المجتمع الدولي والتي هي أشبه بالصمت، هرع أصدقاؤها الحقيقيون لفك الحصار عنها، فدمشق ليست وحدها والعمل الإنساني لا يفقه ذريعة العقوبات. وأعلنت دمشق عن وصول 45 طنا من المساعدات الغذائية الطبية والإغاثية عبر أول طائرة إيرانية حطت في العاصمة السورية بهذا الصدد. وأعرب السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني عن تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحا أن طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية. وأشار سبحاني إلى أن هذه الطائرة تحمل أولى دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى متنها 45 طنا من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، الخيام، الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم. وكشف أن الطائرة الثانية هبطت في مطار حلب، وبعد ذلك طائرة ثالثة في مطار اللاذقية. وفي بغداد أعلنت وزارة الخارجية العراقية وصول طائرتين عراقيتين إلى مطار دمشق الدولي تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي شهدته البلاد فجر الاثنين، مشيرة إلى وجود جسر جوي عراقي لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين. وقال رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية الدكتور أسامة مهدي غانم إن ما أصاب سوريا أصاب الجميع، مضيفا في تصريح لوكالة سانا إن البلاد ستخرج قوية كما كانت دائما. وأضاف غانم إن الطائرتين العراقيتين تحمل كل منهما نحو 70 طنا من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية، موضحا أنه ستنطلق من العاصمة بغداد قافلة للوقود باتجاه سوريا. وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي الإعلامي أعلن في وقت سابق إقامة جسر جوي إلى سوريا لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وفي السياق، أعلن الحشد الشعبي العراقي الاستنفار العام ووجه إلى سوريا أسطولا من المساعدات يضم 200 شاحنة. وكانت مصادر عراقية قد أفادت بانطلاق فرق هندسية عسكرية تابعة للحشد الشعبي العراقي إلى سوريا لتقديم المساعدات والمشاركة في عمليات رفع الأنقاض. القيادي في الحشد الشعبي نعمة الكوفي أكد أن هيئة الحشد مستمرة في تقديم المساعدات إلى سوريا، فيما طالب الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بتقديم يد العون بالسرعة الممكنة. إلى ذلك، أعلنت الجزائر إرسال فريقا من الحماية المدنية إلى سوريا للمشاركة في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضربها فجر الاثنين وأوقع المئات من الضحايا. وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أنه بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون تم تشكيل فريق من 86 عنصرا من الحماية المدنية للتوجه إلى سوريا، حيث سيشارك في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفق المعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ. وكان أول فريق إنقاذ وصل إلى سوريا قادما من الجزائر، وقد حمل عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية. ما زلنا في مطار حلب الدولي، ومنذ قليل طبعا وصلت هذه الطائرة من الجزائر، بعد أن وصلت قبلها أيضا طائرة أخرى كان عامل على متنها فرق من الإنقاذ من الدفاع المدني والهلال الأحمر الجزائري. الآن وصلت هذه الطائرة محملة بمواد إغاثية. تفاصيل أكثر معنا الأستاذ محمد مصري مدير مطار حلب الدولي. يعطيك العافية أستاذ محمد. يعطيك العافية وسهلا. خبرنا اليوم عن الطائرات اللي ممكن تصل إلى مدرج مطار. طبعا حاليا هي ثاني طائرة من الجزائر الشقيق. أول طائرة كانت تحمل فرق إنقاذ من الهلال الأحمر ومن الدفاع المدني الجزائري ومعداتهم، الآن مواد إغاثية للأخوة المتضررين في مدينة حلب نتيجة الزلزال، وإن شاء الله طبعاً راح يكون في طائرات من دول صديقة وشقيقة. ايضا الحديث اكثر عن الموضوع الاغاثه، موضوع وصول المواد الاغاثيه الى اهالينا في مدينه حلب المتضررين، معنا الاستاذ الدكتور عبد القادر دواليبي عضو مكتب تنفيذي مجلس محافظه حلب. اهلا وسهلا فيك دكتور عبد القادر. اهلا وسهلا. خبرنا شوي عن هذا العمل والدعم اللي عم يوصل لاهالينا.
طبعا بداية باسم السيد الرئيس بشار الأسد نشكر حكومة الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على هذه المبادرة الأخوية التي بادروا فيها وكانوا أول المبادرين بإرسال هذه المساعدات. اليوم صباحا استقبلنا طائرة من طواقم للإنقاذ واللي هي على أولوية كانت هي الشيء اللي نحن يعني عم نسعى له اللي هو انتشال الجثث الضحايا من تحت الأنقاض بالإضافة إلى البحث عن المفقودين. فتم إرسال فريق تخصصي من 114 فرد من الحماية المدنية الجزائرية والآن هم باشروا أعمالهم. أما هذه الطائرة التي وصلت الآن فهي تحوي على مجموعة من المساعدات الغذائية والألبسة والإيواء يعني حرامات وفرش هلأ يتم إفراغها. طبعا كل هذه الجهود الأخوية تصب في مجمل المبادرات التي تم الإعلان عنها والتي سيعلن عنها من قبل الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم الصديقة والشقيقة. طبعا محافظة حلب تقوم منذ البارحة بكل الجهود المتعلقة بإزالة الأنقاض وفي البحث عن المفقودين وانتشال الجثث والضحايا، و المنظومة الطبية في حلب تعمل على التعامل مع الجرحى والمشافي العامة والخاصة تستقبل هذه الحالات وتقوم بتقديم كافة المساعدات الطبية لها، وبالمقابل تم افتتاح أكثر من 126 مركز إيواء في حلب من المدارس والكنائس والجوامع بالإضافة إلى منازل مخصصة للإيواء، ويتم منذ البارحة تأمين كافة متطلباتهم المتعلقة بالإقامة ومتعلقة بالغذاء. فبالتالي الجهود تبذل منذ اللحظة الأولى لهذه الكارثة الإنسانية طبعا بمتابعة وتوجيه من السيد المحافظ وإشراف مباشر ومتابعة من السيد الرئيس بشار الأسد، ونحن بدورنا طبعا اليوم نستقبل كل المساعدات الأخوية وتضم لدعم جهودنا في استيعاب هذه الأزمة. دكتور عبد الأدادة شكرا لك. مثل ما عم تتابعوا معنا خلونا نشوف نحن المساعدات اللي وصلت هلا الى مطار حلب الدولي اللي تم توزيعها بعد ان تصل الى المدينه الى المراكز. طبعا تتابعونا معنا بدء تحميل المواد الاغاثيه القادمه من الجزائر الشقيقه الى حلب والى اعتقد الى المحافظات الاخرى المنكوبه. طبعا مثل ما عم تتابعوا معنا المراكز الإيواء اللي مثل ما خبر دكتور عبد القادر الدواليبي تم فتح عدد كبير من مراكز الإيواء من المدارس من الصالات لاستقبال الأهالي المتضررين جراء الزلزال اللي ضرب مدينة حلب، وسيتم توزيع عليهم هذه المساعدات في جميع مفاصل المدينة أينما وجدوا أهالينا. طبعا نحن بانتظار تحميل هذه المواد كما قلت وتوزيعها في مدينة حلب. هي مواد إغاثية غذائية من الزيوت يعني كما نتابع الآن. وكما أخبرنا طبعا أستاذ محمد المصري أن هناك طائرات تباعا من الدول الصديقة والشقيقة سوف تصل إلى مدينة حلب. ما زالت المساعدات كما قلت يتم نقلها الآن، ومعنا من الطاقم الجزائري الكابتن دحو. يعطيك العافية كابتن، أهلا وسهلا فيكم بسوريا. صباح الخير. صباح النور. ربي إن شاء الله يعوضكم على الضحايا تاع الزلزال هذا. يعني هذه مهمة رسمية جزائرية سورية في إطار الإغاثة وفي إطار مساعدات الإنسانية.
وإن شاء الله خير لسوريا. ممكن نعرف شو هي المساعدات اللي واصلة؟ مساعدات يعني مواد غذائية ذات استعمال أساسي، يعني زيت، فارينة، يعني الاحتياجات الضرورية الاحتياجات الواسعة اللي تتطلب يعني عند المواطن البسيط. في كمان مساعدات راح توصل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا. مثل ما تبعتوا معنا طبعا الكابتن واللي قبله كمان نوهوا انه راح يكون في طائرات اخرى قادمه من الجزائر، لحد الان طائرتين وصلوا، في طائرتنا الامارات راح توصل ايضا من ايران، من العراق، ومثل ما عم تشوفوا مطار حلب الدولي يعني يعمل على قدم وساق بالتضافر مع محافظات حلب، مجلس مدينه، الدفاع المدني الموجود الان في الميدان انتشال الأهالي العالقة تحت الأنقاض بالتعاون أيضا مع رجال الإطفاء ومع الأهالي. نحن نعيد ونذكر ونطلب من جميع الأهالي من جميع القطاعات الخاصة أن تتضافر مع القطاعات الحكومية لانتشال ما يمكن انتشاله من أهالينا، ومساعدة وفتح جميع المراكز الخاصة أيضا لاستقبال أهالينا الموجودين الذين خرجوا سواء من تحت الأنقاض أو الذين خرجوا من منازلهم والآن لا يجدون مأوى. أريد أن أنوه أن عدد الوفيات التي وصل عدد الوفيات في الطبابة الشرعية إلى حوالي 270 وفية، وعدد الجرحى تجاوز 2000 جريح في مدينة حلب. نتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله نراكم في تقارير أخرى. ونحن ما زلنا في مطار حلب الدولي بانتظار قدوم الطائرات والمساعدات الإغاثية إلى أهالينا في مدينة حلب وفي سوريا بشكل عام. تحية لكم، كنت معكم أنا كنان علوش من مطار حلب الدولي. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.